قرابة نصف تريليون دينار هي خسائر استهلاك المركبات للوقود في العراق سنوياً جراء الازدحامات وعدم انسيابية الحركة بالطرقات. هذا ما كشفته مؤسسة عراق المستقبل عبر دراسة لها بشأن قيمة الضائعات من صرف البنزين المرتفع جراء ازدحامات الشوارع في العراق. المؤسسة قالت إن أهم تأثيرات الازدحام في بغداد هو التأثير الاقتصادي للوقود الضائع، في حين أن هذه القيمة من الخسائر قادرة على إنشاء أكثر من 11 ألف كيلومتر من الشوارع التي من شأنها تقليل ضياع الوقود، فضلا عن تقليل هدر أموال المواطن والدولة التي تستورد سنويا بحدود 3 مليارات دولار من البنزين، فضلا عن الوقود المنتج محليا. نطلع من البيت ساعة بالسبعة، نوصل للكلية بثمانية ونص. ازدحامات بشكل فظيع، السيارات موجودة، استيراد بشكل كبير. زين احنا اليوم شلون نوصل للدوام؟ مدى اللاحق، ازدحامات. خلص من التقاطع المروري، يجيني من هنا انا ابو المشتركة، يجيني من هنا ابو السيطرة، وبدون اي فائدة. الدراسة أشارت إلى أن سيارة الواحدة في بغداد تخسر سنوياً بحدود 572 لتراً وبقيمة 314 ألف دينار عراقي، ناهيك عن نسبة التلوث المرتفعة نتيجة ازدحام الطرق الذي ترجعه مديرية المرور إلى كثرة أعداد السيارات. الزخم المروري أو الاختناق المروري أسباب كثيرة. أولاً هي كثرة استيراد المركبات اللي تنزل بالشارع. مراقبون رأوا أن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 تتحمل مسؤولية أزمة الاختناقات المرورية بسبب غياب وسائل النقل العامة وتقادم البنى التحتية للشوارع وعدم تطويرها منذ عقدين دون مراعاة زيادة عدد السكان، فضلا عن أعداد السيارات واستمرار قطع عدد من الطرق الحيوية والمهمة ضمن خطط وإجراءات أمنية لم تحمل البلاد من مسلسل الفوضى الأمنية تقابلها أزمة وقود مرتفعة في بلد يعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك.